انه في الاصابات المبكره هم اول ناس فكروا في الباكس الحشو، فكروا في التورنيكيز، في السبلنتس كتمبرري ميجر مش از ا بيرمننت ميجر. وده واز ري ايفالويتد وتريجرد واتبص له بصه كويسه جدا في القرن 19 يعني 1800 وشويه، وفي القرن 20 1900 شويه into aggressive ambitious complex initial operative procedures due to the development of anesthesia blood banks ICU technology and antibiotics. يعني الجراحه والطب كله خلال ال 150 سنه اللي فاتت تحركت جدا جدا زي البندول من البدائيه والمفاهيم البسيطه الى التكنولوجي، جاب حاجات كتير خلتنا طموحين جدا جدا. وساعات طموحنا حسسنا ان احنا بنعمل المانجمنت العيان على مقاسنا احنا او على مقاس السنتر فولي اكويبد اور نوت مش على مقاس البيشنت. 10 years ago due to bitter يعني مر bitter failures and better understanding يعني تفهم احسن لايه بقى؟ مش بس للتكنيكال ثينجز، لا للسيرر كابابيلتيز والفيزيوكيميكال changes اللي بتحصل في الاكستنسيف تروما. بدا مفهوم ان احنا نستيج ذا سيرجيكال مانجمنت ان سام كيسز. احنا هنا مش جايين نقول اجل عمل يومي الى الغد في الجراحه، يعني لو واحد صباعه اتعور جرح طوله 2 سم ده مش هنعمل له دامج كنترول، ده هيبقى مانجد من الالف الى الياء از ا برايمري بروسيدير. انما في حالات بعد شويه هنتكلم عليها عشان يعني نبقى اكوينتد بيها جدا، يفضل ان احنا نمارس فيها الدامج كنترول اللي هنقوله بعد شويه. So in the future we need to know which patient needs such staging and when as well as what to stage. التريك في تريك في الدامج كنترول هنقوله من البدايه انه ربنا يدينا العلم والتفقه ان احنا نعرف اني عيان لازم نعمل له دامج كنترول، لان توقيت ممارسه الدامج كنترول في البيشنت از لايف سيفنج. يعني ايه؟ يعني لو بدانا بدايه طموحه جدا ان عايزين نريبير كل ارتري ونريبير كل يوريتر ونريبير كل ليفر انجري في ان ذا سيم بيشنت، والعيان عنده اكستنسيف بليدنج اند اكستنسيف بلفيك هيماتوما او اكستنسيف فراكشر بلفيس، بعد شويه هنلاقي انه في بولينج وان بلاد داز نوت كلوت، في كولينج والعيان متلج والعيان اسيدوتيك، واستاذ تخدير ان كان شاطر وفهمان كل شويه يديله صوديوم بيكارب ومش ملاحق. بين بعد اربع خمس ساعات من المعافره نقول لا طب خلاص بقى احنا هنحط باكس ونقفل احسن العيان بيموت مننا. تحط باكس وتقفل والعيان يموت ليه؟ لانك انت اوريدي ويستد اربع ساعات في امبيشس تكنيكال ايفورت انك تعمل توتال ريبير للانجري في مريض ما كانش يستحمل ده خالص. ف بدايه ممارسه الدامج كنترول في الانديكيتد بيشنت هي اللي بتحدد سيفنج لايف من عدمه. لو اجلنا اعتناق مذهب الدامج كنترول للعيان الويل انديكيتد هيبقى تو ليت. بصفه عامه احنا كجراحين في من اتاه الله الحكمه والنضج ان هو يعني بيعمل البروبر مانجمنت في البروبر تايم للبروبر بيشنت. في ناس بعض الناس اشتغلت في امريكا بيمارسوا الديفنسيف ميديسن، كتير من اللي اشتغلوا في البلاد العربيه من الخوف من مشاكل الغربه ومشاكل الكفيل بيبراكتس افويدنس بوليسي. وفي ناس اللي ما تسافرتش كتير او سعيده بكفاءتها قوي، مش هقول لحد الغرور، بتمارس اجريسيف سنجل ستيج بروسيدير، حاسه ان هي ممكنه انها تعمل everything whatever the multiplicity of the multiple trauma patient، فبتحاول تخلص كله. الحكمه ان احنا نبقى في النص، لا نمارس defensive medicine و avoidance لكل العينين، ولا ان احنا نبقى too aggressive as a one stage procedure للعينين كلهم. طيب المفهوم ده اللي لفت نظرنا ليه ايه؟ ثلاثه major killers حقيقه في المالتيبل اكستنسيف تروما، اللي هي لو توفرت الظروف دي بقى المريض انديكيتد ان احنا هنخش نعمل يا دوبك نستوب بليدنج ان شاء الله تمبورارلي ونستوب كونتامينيشن ان شاء الله تمبورارلي. الثلاث وحوش اللي لو لاحظنا ان هم موجودين بيساعدوا بعض اند ذي ار كيلرز، كل واحد منهم كيلر والثلاثه مع بعض ار مور كيلرز. اولهم از هيموستاتيك فيلير.
كتير مننا قبل ما يدرس ده وياخد باله منه، وانا صغير عن كده بكتير كنت بلاحظ ان في بعض العيانين مالتيبل تروما ما فيش سبيرتر واضح، انما في جوه الكهف الكيف اوف ذا بيلفس او الابدومن الاقي بولينج كانه بير بيملى ببطء شديد جدا. ننشف ندور على سبيرتر او ارتيريول صغير بينزف او فينيول مقطوع ما نلاقيش، ننشف ونفرح ونشفط وبعد شويه نلاقيه تاني عمل بولينج اب كانه بير بيملى ببطء شديد من تحت لفوق. ده هيموستاتيك فيلير. ده هيموستاتيك فيلير له عده اسباب، اولها انه اغلب عيانين مالتيبل تروما اللي معاهم بلاد لوس البلاد لوس بيبقى ريبليست بحاجات ما هياش دم. لو انت ناصح قوي ومعندك اكسس لتمويل جيد هتدي كولويدز، ما عندكش بتدي هيوج اماونت اوف كريستالويدز عشان تكيب ذا بلاد بريشر هاي. ده بيدي سيريس هيمو دايليوشن لكل الكلوتينج فاكتورز، البليتلتس ودورها بتبقى دايليوتد هيفلي جوه ليترز اوف لاكتيتد رينجر انت اديتهم جاست تو كيب فلو في السيركيليشن. الفايبرينوجين اند ايفن ذي ستارتد تو فورم فايبرين ذي ثرومبين اند ذي بروثرومبين اند كل الكواجريشن فاكتورز بيبقوا دايليوتد. وبعدين في وحش نايم ربنا خلق لكل دوت انتيدوت، ده اللي بيدي بالانس في الدنيا. زي ما في ال 13 فاكتور بتوع الثرومبوزيس والاكسترنسك باث واي والانترنسك باث واي والكومن باث واي، احنا عندنا وحش معاكس ليهم عشان الثرومبوزيس او الفيسيولوجيكال كلوتنج لو في تير في الفيسل او رفنس في الانتما الثرومبوزيس كلوتنج يقوم بالمطلوب منه تو اليميت ويسقط ما يفضلش يزيد يزيد. مين بقى الوحش اللي بيلزم الثرومبوزيس حدوده؟ وحش اسمه the fibrinolytic system. fibrinolytic system ده وحش نايم بيصحى لما يبقى فيه disseminated intravascular coagulopathy او لما بتدي ندي massive blood transfusion او يبقى فيه multiple extensive trauma. الخلطة دي بتدي coagulopathy and hemostatic failure. الhemostatic failure يفاسيليتيت more blood loss more hypotension. الاثنين على بعض يدونا ميتابوليك اسيدوزيس mainly due to the shock ايا كان نوعها بس basically hypovolemic shock. الاسيدوزيس يعطل ويدهور الانزيمز اللي هي basically enzymes اللي هم clotting factors. then العفريت الثالث الهايبوثيرميا اللي بتبدا في المالتيبل تروما بيشنت على الرصيف او جوه العربيه الله لا يقدر اللي اتخبط فيها جواها، انه الدم اللي بينزف على الملابس، السلايفا اللي بتتنطور لو في partial loss of consciousness، الميه اللي بعض المتطوعين بيدلقوها في وش بني ادم تروماتايز عشان ده بالنسبه لهم is a crude test، تيست سريع ان هو فايق ولا لا، دب هات يا ابني شويه ميه دبهم في وشه، الميه تندب وبعدين تنزل على الملابس، كل ده دم او سلايفا او بلاد او سي اس اف بييفابوريت ويسحب معاه انرجي اند هيت. المحاليل اللي بالليترز اللاكتيت درينجر واخواته، الفروزن بلازما اللي بنديها كل الترانسفيوجن ما بنديهوش عاده في الفوليومز الصغيره هيتد ل 37 ديجري سنتيجريد اللي هي الكور تمبرتشر اوف ذا هيومن بينج، بنديه از زي حرارته اللي في الشلف، ولو ده بلازما او باكت سيلز بنديه بدرجه حرارته وهو طالع من ثلاجه بنك الدم. كل ده مع الانفايرمنت بتاع قطر العمليات او الاي ار بيدخلنا في هايبوثيرميا. الهايبوثيرميا تسبريس تاني الانزيماتيك فانكشن اوف ذا ثرومبوتيك فاكتورز، تدهور الكواجيولوباثي، تدهورت الكواجيولوباثي، تزود البلاد لوس، تزود الاسيدوزس، الثلاثه يساعدوا بعض اند ادز تو ذا جرافيتي، تقرب من دريدفول اند. يعني هي هو كاريكاتير ساخر شويه انه من الجراحين ارجو ان ما تكونش منهم اللي هو بيبقى عنده ثقه شديده بالنفس انه بيعمل العمليه اللي على مقاسه هو، هو شايف انه جراح كبير ويقدر يوصل شرايين وريبير ليفر ويوصل حاجات كبيره جدا، بس مش واخد باله انه لازم ننقل العمليه على مقاس ذا بيشنت.
Each surgeon should recognize and acknowledge such dreadful triad prior and during operating upon major trauma patients, and the decision of staging the management, I mean damage control concept and technique, should be considered as soon as possible. يعني قدر انت من الاول ما انتش شايف ان العيان ده بجد هتضطر تعمل له staged procedure، وعندك شويه طموح انك تخش تلاقي ربشه سبلين بس مثلا، وتعمل سبلينك سالفج او سبلينكتومي وتطلع تجري، او هتخش تلاقي انتستينال انجريز او جاستريك انجريز وهتريبير ذم وتطلع تجري. بعد ما دخلت خلاص، فانت بتقول لا انا مش هعمل دامج كنترول هنا. دخلت وبدات تشتغل، قصه بدات تنفولد، واكتشفت ان في extensive rupture liver and extensive retroperitoneal pelvic hematoma. انت ما كنتش anticipating it. The earlier you decide انه لا 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 لا، القصة بقى مش زي ما انا كنت متوقع ومش زي ما اتفقنا، انا هنا هالحق ادوبت من الاول قبل ما waste hours in trying to repair، وقبل ما العين يتدهور ويبان بوضوح قبح الهيموستاتيك فيلير وقبح الاسيدوزس وقبح الهايبوثيرميا، ونوصل ل irreversible stage، نلحق even لو خراده مش متاخد بري اوبرتيف، ولو بان ان في انديكيشنز ليه انترا اوبرتيف، نلحق نعمل البوليسي اوف دامج كنترول. نبسط بقى يعني ايه دامج كنترول. هم ثلاثه فيزز، وبالمناسبه الثلاثه فيزز مش مقدسين، لانه ممكن فيز 3 ترجعنا تاني لفيز 2. ايه بقى فيز 1 و2 و3؟ لو جالنا عيان انديكيتد فور دامج كنترول، اذا احنا خدناه اوضه العمليات، هدفنا هم هدفين: to stop bleeding temporarily مؤقتا، and to stop or control contamination by intestinal contents أو gastric contents إن شاء الله مؤقتا. ده يتم إزاي؟ يتم even لو إحنا شطار وسرعة في الانسان سموزس، مش ضروري نحط clamps على ال injured intestine أو نexteriorize ال loop ال injured لبرة. Liver بينزف، don't take sutures. Pack it. بس packing the liver لي technique. Ureter، حط stent وطلعها بره. Don't repair uteric injury. Even في بعض الحالات المدهورة جدا جدا، لو في iliac artery injury، انت حلال ليك ومسموح لك انك تحط vascular clamp hours، مش hours كتيرة، ساعة ساعتين. ما تضيعش وقت in repairing even the common iliac artery لغاية ما العين تتحسن وترجعه بسرعة خلال ساعة ساعة ونص to repair the iliac artery. يعني كل شيء ممكن يتعمل temporarily لغاية ما العين يتحسن. طيب عملنا temporary control of bleeding، عملنا temporary stopping of contamination temporary، هنوديه مكان إن شاء الله هيبقى ICU for الهايبوثيرميا. ندفي العين by ما يسمى core rewarming، ليه حاجات كتيرة من ضمنها السبوت او سيلينج هيترز او البلانكتس، او البلانكتس اللي هي من بره شكلها كانه فويل. بالمناسبه في الاماكن الدول يعني انفاق فيها سخي شويه، بنشوف ان احنا في اماكن الانجريز الامبولانس كارز بتاخد المالتيبل تروما بيشنت ملفوف في انسيوليتر يبان من بره كانه فويل، الفويل اللي بنلف بيه ساندوتشات، لانه الفويل ده بيكيب ذا وورمث انسايد على ما يوصل للمستشفى، داز نوت لوز هيت. نعمل ايه تاني في الاي سي يو؟ نكوركت كواجيولوباثي بكل الطرق، الفايبرين ديجريديشن برودكت عالي يعني الفايبرينولايسيس اكتيفيتد، ندي انتي فايبرينوليتيك. بليتلتس قليله، ندي 12 وحده سنجل دونر بليتلتس. ندي الكومبرنت فاكتور 7، نبتدي نعوض الدايليوشنال كواجيروباثي اللي موجوده، نحسن الهيمودينامكس. sometimes واحنا في الاي سي يو، sometimes كل العيانين you may ask the help of ventilatory support عشان تشيل عبء الفنتيليشن عن الفيكتيم اللي مبتلى بعده حاجات تانية. وانت في الاي سي يو بدون ما نبهدل العيان ولا ننقله اماكن مخيفه زي اقسام الاشعه، وماي في نفس الوقت يعني مش نروح نروح بقى ولا نشوف عيادتنا واكل عيشنا خلاص بقى ما احنا لبسناه في الاي سي يو. نو يو ار ذا برايمري تريتنج فيزيشن، يو اتند اصلاح الحاجات دي، والحاجات دي بتتصلح لو انت ما انتش فولي شور حجم الانجري. يو شود
spend time and effort في الفترة اللي هو عادة phase 2 وهو في ICU to identify injury in some details إن أمكن. الدنيا تحسنت، البني آدم بقى warm، الكاجرافات تحسنت، الأسيدوز تحسن، you move him back to theater for definitive treatment. Vascular repair, intestinal repair, colonic repair if repairable, extraization. الأماكن اللي زي extensive rupture liver grade 4 rupture liver باين هو grade 4 في CT abdomen. You may في stage 3 to remove the packs. طيب معاد phase 3 امتى؟ فيش استعجال، قد يكون بعد يوم، قد يكون بعد يومين. بالمناسبة ممكن جدا بعد يومين لما تيجي تشيل باكس قد تحتاج، الله ما يورينا اللحظة دي، انك to reinsert new packs. Sometimes بتلاقي المشكلة نص اتحل ونص تاني not amenable في التوقيت ده لبطولات، يومين reinsert packs تاني بعد يومين ثلاثة. طيب هي الساعات دي مقدسة؟ نو. فيز 2 ده ممكن يقعد hours قليلة، hours طويلة، يوم، يوم ونص، يومين، طالما انت ضروري تبقى هناك. يعني فيش استعجال على فيس 3، وايفن فيس 3 لو بدات تشيل الباكس واحتاج تري انسرت نيو باكس مش غلط ات اول. ونصيحه يمكن نقولها في سلايد اخرى، في شيل الباكس رجاء في فيس 3 والعام فتره العمليات، خلوا ريموفين باكس اخر ستيب. يعني لو عين لا هيحتاج ارتير ريبير 3 اعمله له، يوريتيريك ريبير اعمله له، intestinal repair اعمله له، anything else اعمله له، working the pack removal لنهاية procedure. Because sometimes when you remove the packs ما يبقاش اخر الاحزان والمنظر ممكن ما يبقاش زي رائع زي ما انت متوقع، وقد تضطر to reinsert packs، بتكون انت فات بالother repairs اللي انت عملتهم، لانك if you remove the packs في phase 3 والليفر يبتدي ينزف تاني هيبقى الفيلد فيري ميسي والمنظر سيء جدا، وعلى ما ينزف تاني هيبقى العيان هيموداينامكال انستابل، وبالتالي مانجينج بقيه الانجريز بعد ريموفينج ذا باك وضع اسوأ بكتير من قبل ريموفينج ذا باك. يبقى فيز 3 تحديدها لو فيز 2 اتى اوكله والعيان اتحسن في الثلاث بلاوي اللي قلناهم، الاسيدوزيس والهايبوثيرميا والهيموستاتيك فيلير. وفيس 3 احنا هدفنا ان احنا نعمل بيرمننت مانجمنت للاورجان انجريز الموجودين، بس بننصح نسيب ريموفر ذا باك لنهايه فيس 3، ونفتكر ان فيس 3 ده ممكن يبقى ابورتد ونرجع تاني نرجع العيان للاي سي يو ونحط نيو باكس. كي فاكتورز اللي بتغششنا وتعلمنا يعني مين العيان نفكر ان ده قد يحتاج بيل سيرجري او ستيجد سيرجري او ما نخشش نصلح كل حاجه، ايفن لو احنا ان ويل اكويبت تروما سنتر او يونيفرسيتي هوسبيتال، او ما عندك 3 4 تيمز، واحد جهاز هضمي وكبد وفاسكولار وبلاستيك وكله، حتى لو التيمز دي جاهزه وممكن تشتغل سينكرونس، في كي فاكتورز تقول لك لا شكر الله وسعيكم جميعا مش هنقدر نستغل طاقتكم كلها at one stage. مين؟ الهاي انرجي بلانت تورسو تروما. تورسو يعني ترانك، يعني المنطقه اللي من الكلافيكل للبيرينيوم، من قدام ومن ورا، الفرونت اند باك. تورسو يعني ترانك. لو في هاي انرجي بلانت تورسو تروما، بعيد عنكم موتوسيكل، هيد اون كوليجن، سيريس مالتيبل رود ترافيك اكسيدنت، يبقى لما يبقى في هاي انرجي بلانت 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 ترانك تروما نفكر يا ربي هنعوز دامج كنترول ولا لا. لو في تورسو انجري بينيتريتنج، لو هي سنجل لا ان شاء الله مقضيه والانجري هتبقى لوكالايزد، انما لو هي مالتيبل بينيتريتنج انجريز، يعني واحد واخد سبع خناجر في بطنه دخل فيه ست سياخ عشان واقع على عمود تحت الانشاء، في good hemodynamic instability، لو العيان already انت وانس وصلت له بالسلامة على ما اتنقل لك كان متأخر وفقد كم كبير من الدم وجاي لك واضح ان هو بدأ يسح ويزرق من اي لمسة، يبقى already هو الكواجيروباثي بدأت،
وانت بجوانتي في ايدك بتلمس جلده عن غير قصد، وانت بتقص الهدوم عشان تأسسهم في الترياج روم بيبقى متلج برد ملمسك ليه انه زي الكورب الجثه المتلجه بس لسه في نفس. دول الكونديشنز اللي تخليك تستحضر في ذهنك انه العيان ده احنا بسرعه هنريسستيتهم، واحنا بنريسستيتهم وتيكهم تو ثياتر عشان نعمل temporary hemostasis and temporary stopping of contamination. طب نفسر اكتر، يعني ده ينطبق اكتر على مين؟ على major abdominal vascular injury with multiple visceral injuries، على multifocal multi-cavity exsanguination with concomitant visceral injuries، على multi-regional injury with competing priorities. الحالات المالتي بجد اللي فيها priorities بتتنافس على بعضيها والوقت ضدك، then من فضلك بدري قبل ما الدنيا تتأندل ابتدي face facts وقول لا أنا هعمل staged procedure وحوقف بس stop هعمل hemostasis مؤقتا وحوقف الcontamination برضو مؤقتا إن شاء الله طلع intestinal injury برا كextralization أو أحط clamp عليها. الكريتيكال فاكتورز اللي يخليك تقول والله العظيم لازم اعمل دامج كنترول، لو العيان عنده ميتابوليك اسيدوزيس يعني بي اتش 7.3، لو العيان هايبوثيرميك، لو عندك كور تمشا بروب، واغلب الاماكن اللي اكويبت فيها كور تمشا بروب هو بتاع بلاستيك رفيع كده عامله زي المكرونه سباجيتي رخيصه مش غاليه، تتحط في الريكتم او الاسوفاجس عشان تقرا كور رخيصة، إنما الثمن مش غالي قوي. الترانسديوسر البيركب في المونيتور. إيه كلينيكال فاكتورز تانية؟ ريسستيشن أند أوبراتيف تايم أكتر من 90 دقيقة. لو لقيت نفسك بعد ساعة ونص شاملة البري أوبراتيف ريسستيشن والعملية والدنيا لسه حوسة ما خلصتش، أرجوكوا أبورت اللي بتعملوه، باكس كلامبس، وقف الكونتامينيشن، وقف البليدنج تمبرارلي، ورجع العيان تو ان اي سي يو يدفوه، يصلحوا له الستاتيك فيلير، يصلحوا له الشوك، اند يصلحوا له الاسيدوزيس. وحضر بقى نفسك للباتل رقم 3. كريتيكال فاكتورز اخرى ايفيدنت كواجيولوباثي از ايفيدنس باي المانيفستيشنز اوف نون ميكانيكال بليدنج، يعني بدون ما العيان يتعرض لخبطه ولا حاجه تلاقيه مزرق وانت شغال انترا ابدومينال، تلاقيه بيسح. انا اسف على لفظ يسح اللي هو المينيمال اوز مش السبيرتنج. كل العيانين اللي احتاجوا الادلتس اللي احتاج اكتر من 10 يونتس باكت ريد سيلز، كل العيانين اللي احتاجوا ماس ترانسفيوجن they are candidates for damage control surgery. ما تقولش ما هو خد دم هيبقى حلو، نو no. برضه من ضمن الكاريكاتيرات انه في كذا، يعني العيان اهو متعلق فوق بحبال وفي كذا كير جيفر بيحاول يمارس جيفن كير انما هو مداه زي ما احنا شايفين. احنا قلنا العيان لما بنوديه الاي سي يو لازم تبقى انت اراوند، عايزين نبطل كلنا كجراحين انه ما دام لزقنا العيان للاي سي يو نروح نشوف اكل عيشنا وبيوتنا واسرنا. في انجلترا اللي انا بحترم البريتش سكول بتاعتها، العيان اللي بيدخل من الطوارئ او من العياده الخارجيه او من اي مكان دخل باسم بني ادم، يفضل هذا البني ادم ليه اسم، اسمه ايه؟ اسمه البرايمري تريتنج فيزيشن. ده اللي قاعد على الدكسيون العربيه يحاول بيها، ايفن لو هذا البرايمري تريتنج فيزيشن طلب هيماتولوجيست، طلب نيورولوجيست، طلب نيوروسيرجن، طلب any other subspecialty، يفضل هو البرايمري تريتنج فيزيشن لغايه ما العيان يروح او يموت. الا لو خلاص تمام التمام التمام انت بتنقل الاشراف توتالي لحد تاني. وبالتالي سواء احنا في بريتش سيستم او في ايجيبشن سيستم، ارجوكم عيان التروما عيان جنرال سيرجن، عيان المالتيبل تروما عيان جنرال سيرجن، حتى لو استضافوا الانتنسيفست. ووجودك مع الانتنسيفست مش هيقول هيعلمك حاجات، هيعلمك حاجات، انما هيخلي الانتنسيفست محترمك جدا ومحترم عيانك لانه حاسس انك انت ما رميتش عليه بلوه وطلعت تجري. ثانيا هيخليك افيلبل لحسن ابورت فيز 2 ونرجع العيان بدري لاوضه العمليات.
يعني حكاية نسيب العيان ونستنى الانتنسفست دكتور الرعاية يقول لنا بص يا عم بقى يا عم صفط بقى العيان بقى كويس يلا يا عم تعالى افتحه بقى الهيموستاتيك فيلير اتصلح اسيدوس اتصلح الكور تمشر بقت 37 يلا بقى تعالى ايه ظبطه وخده على العمليات. المكالمه المبهجه دي مث يعني شيء كده خرافي. 30% بيقول لك يا عم تعالى عيانك ما بيتحسنش عيانك بيتدحضر وبندي له كل حاجه. لما تبقى انت موجود يا في الانتنسيف كير الساعتين 3 4 او متاح في المستشفى هتقدر تري اسس العيان بدري تقوم تابورت فيز تي فيز رقم 2 وترجعه لاوضه العمليات لفيز نمبر 1. يبقى ايه الانديكيتس فور ريتيرن تو اوبريتنج روم؟ كونتينيود بليدنج اند كوجولوباثي ان ذا فيس اوف نورموثيرمي. يعني خلاص دفينا العيان وادينا العيان حسب وزنه وحجمه من 6 ل 10 يونت سبكتريت سيلز وفي باكس جواه انما بيشر الابدومن اللي انت قفلته بغرز انتربتد بيؤوز او البابليشا بيوطى والهيموجلوبين والهيماتوكريت بتتدهور يبقى العيان ده بيبليد ان سبايت اوف ذا باكس اللي انت حطيتهم. يبقى انت التمبرال ميجرز اللي عملتها في الاول ليست كافيه الباكس مش محطوطه صح فدينايل هينتهي بموت العيان. يو هاف تو تيك ذا بيشنت باك تو اوبريتنج روم مش عشان تعمل بطل عشان تمارس stopping bleeding and stopping contamination temporarily بشكل more effective. نرجع الآن نقطة العمليات تاني من phase 2 ونرجعه لphase 1 امتى؟ في حاجة اسمها abdominal compartmental syndrome وانا نايب صغير في السبعينيات كنا بنشوف الcompartmental syndrome دي في الليج في العينين اللي عندهم neglected arterial embolism وكانوا يقولوا لنا the patient has you have to do fasciotomy عشان البريشر اللي جوه المصل واللي deep to the deep fascia عالي عالي فهيتشطر على الفينز وينتهي الفينز تقفل ثم you have to do fasciotomy. اتضح ان مش الليج بس بسبب وجود الديب فاشيا البريشر جواها بيعلى اتضح ان الابدومن لي بريشر انترا ابدومينال انترا بريتونيال والبريشر ده وذين رينج معين لما بيزيد البريشر كارثه. ايه كارثه الانترا ابدومينال بريشر لما بيزيد؟ كارثته انه اول ما بيزيد بيتشطر على اهيف تشامبر جوه الابدومين بريشر مين الماسوره اللي البريشر فيها قليل جدا 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 جوه الابدومين؟ سيدنا الانفيرو فينا كيفا اللي هو مرجع حوالي 60% من الفينوس ريتيرن تو ذا هارت. سيدنا الهارت لو الفينوس ريتيرن قل النص هيجي له كارديك ارست عشان ما فيش دم راجع له. احنا كنا بندل على انه ما فيش ديب فاشيا في الابدومين وانه الابدومين اكسباندبل. لا اتضح ان المالتيبل تروما بتجيب اكيوت ابدومينال كومبارتمنتال سيندروم. الله هو في كرونيك ابدومينال كومبارتمنتال سيندروم بس مش في التروما في الموربد الاوبيز وفي حاجات تانية. طيب يا عم صفوت هو الاكيوت ابدومينال كومبارتمنتال سيندروم بتحصل في التروما بس بتحصل في التروما وفي حاجه تانية كمان نقولها نقولها الاكيوت بانكرتايتس. بالمناسبه لهذا السبب يعني خوفا من حدوث ابدومينال اكيوت كومبارتمنتال سيندروم ب اوتكم ديزمال يودي في داهيه احنا كثيرا ما بنقفل الابدومين في فيز 1 اللي هنعمل فيها دامج كنترول نقفله بما يسمى بوجوتا باج. احنا قلنا بوجوتا دي عاصمه لاحدى بلاد امريكا الجنوبيه اللي كانت مشهوره زمان بالمخدرات بس الحمد لله خلاص مخدرات. بوجوتا ده مش اسم بني ادم ده اسم البلد اللي كان فيها مالتي تروما شديده. احنا ممكن بدل ما نشتري بوجوتا باج غاليه ومعقمه وكده احنا قلنا قبل كده انه كيس بلازما او كيس جلوكوز نفضيه ونعقمه ونسترلايز ات بنحطه دايركتلي على الانتستين ونقفل الابدومينال وول حتى بانتربتد سوتشرز ان شاء الله نقفل الجلد بس لان احنا كده كده هناخد المريض بعد يوم او اثنين الى العمليات ونفتح الكام غرزه اللي حطيناهم وبدون ما نمارس
acute increase in the intradermal pressure ونرمي البلاستيك باج ونعمل لازم يكون الويف اوف ايديما اند ابدومينال هايبرتنشن راحت. طيب امتى ناخد العيان تاني؟ بدري على اوضه العمليات نرجعه فيز 1 لو في ميجر اسكيميك تيشو لود كوزنج ميتابوليك ديرانجمنت، يعني لو عيان مدهول جدا 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 والرايت اند ليفت كومان ايليكس، انت لقيت انه هيموت في دقيقه فحطيت كلامبات وطلعته جري عشان يديله ماس ترانسفيوجن ويدفوه ويصلحوه، قطع بلاد سبلاي عن المسل بالك بتاع بوث لور ليمز، بعد شويه بيطلع اسكيميك ميتابوليك لود قد يقتل، ساعتها then you may take him to theater عشان تريبير ات. النهارده في وجود الاندوفاسكولار بقت الكفرد ستنس تصلح المشكله دي بدون ما ناخده اوضه العمليات، ناخده اوضه القسطره وان انسرت كفر ستنس از ا تمبرري ستنت يقفل التير اللي موجود في الميجر ارت على شرط انها توتالي انتربتد. امتى برضه ما نطولش بالنا قوي على فيز 2؟ رجع العين تاني الفيز 1 لو في جاسترو انتستاينال كونتنت سايلج اوف ذا ابدومن، ده بيقول لك ان في ميست انجري او فيلد باول ليجيشن محتاجه تبقى ويل اتندد. نراجع تاني النشأة البيل سيرجري أو الدامج كنترول، قلنا إنه نوعية الإصابات اتغيرت في المئة سنة الأخيرة، أسلحة الحروب، العربيات اللي نشوفها اللي كانت سنة 1890 و1920 بتاعت أيام الحرب العالمية الأولى وكده، العربيات شكلها أنا متأسف يعني ممكن يكون يضحك، لدرجة أن لما جت العربيات في مصر 1920 وما حولها كان في واحد اسمه الشماشيرجي يجري قدام العربية عشان يفضي الطريق إليها. الله، يعني الشماشيرجي اللي بيجري قدام العربية أسرع من العربية؟ كان أسرع من العربية عشان يفضي الطريق قدامها، ده معناه أن العربيات كانت بطيئة. دلوقتي العربيات بتجيب 180 والموتوسيكلات بتجيب 180 كيلو في الساعة، فده إدى إنرجي عالي جدا مضروب في السرعة، مربع السرعة مضروب في الوزن، بدانا كم من الانرجي for trauma to happen. الشرابنلز، الشظايا، الاكسبلوجنز، ايفن الرصاص اغلبه بقى هاي فيلوسيتي الا الرش والخرطوش. فنوعيات الانجري بقت مختلفة في المئة سنة الأخيرة، وكل سنة أو سنين الانجريز بتبقى مور ديفاستيتنج اند مور كومبلكس. الميسايلز بقت هاي فيلوسيتي اند ذا هاي باور اندستري اند ذا هاي سبيد ترانسبورتيشن جابت لنا طرحه تروما ما كانتش موجوده من 60 70 سنه. في متغير ثاني عكسي بقى جاء برضو مع التقدم، التقدم جاب الاذيه الجديده وجاب مانجمنت جديد اللي هو خلانا يتهيأ لنا ان احنا جبارين، احنا مش جبارين خالص. ايه بقى اللي جاء اللي خلانا حاسين ان احنا ماسترنج ايفريثينج؟ الاكسترا كوربوريال سبورت، الممبرين اوكسجينيتورز، البرايمري اكستنسيف ريكونستراكشن، الميجا انتيبيوتكس اللي بندلعها نسميها الجوريلا سيلنس، الجوريلا اللي هي الميليشيات اللي بتقاتل، بنش سيرجري. يا لهوي، يعني ايه بنش سيرجري؟ يعني ناخد كدني افالسد ونقعد نظبط فيها ونرجعها ونديها سموز رينال ارتري فين. الاجريسيف فلويد ترانسفيوجن بمفاهيمه اللي اتغيرت، اللي هي رجع تاني دلوقتي، احنا بقينا دلوقتي اجينست ماسيف فلويد اوفرلود ان مالتيبل تروما، ودي محاضره اخرى ان شاء الله لما ربنا يريد نبقى نتكلم فيها، لما تيجي شويه بس محتاجين نبلعها زي الكبسوله. وجود بنوك دم ممكن يدوك اني اماونت اوف بلاد ويل ماتش العيان اند ايفن قابليتنا ان احنا دو اكستنسيف ريسكشن. المتغيرات دي بقت ضد بعضيها، التروما زاد جدا، التكنولوجي زاد جدا، طب يلا بينا نجدع ونخلص القصة one stage. لا، العيان ما يستحملش. So aggressive high technology single stage Hello. دكتور صفا،
الو انا دكتور صفوت. طيب دكتور صفوت حضرتك معانا؟ دكتور صفوت غالبا الانترنت عنده فصل لحد ما يرجع. دكتور صفوت تقريبا خرج يا زهرة. تقريبا خرج. دخل تاني. رجعنا اهو. احنا سوا يا زهره دلوقتي؟ حضرتك كده معايا. السلايد اللي قبل كده يا باشا، السلايد اللي قبل كده ارجع. في النت فشل، فانا في سلايد قبل ده ما شفناهوش. حاضر. ده يا فندم؟ ايوه يا فندم. ايوه كده تمام يا باشا، اتفضل. طيب اشرحه تاني يعني، ما تسمعش اللي احنا قلناه مش كده؟ لا ما تسمعش، النت شغال حضرتك ما تسمعش. احنا قلنا انه التقدم العلمي الفنتليتورز، بنوك الدم، الجوريلا سيلز، الانتيبيوتكس الخطيره، كل التقدم العلمي ما 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 مع كل ده كان بينتهي مورتاليتيز، لانه بقى عندنا حاجات احنا مش فاهمينها قوي كجراحين. وكنت بترجاكم في لما فصل الظهر، عشان كده النت فصلت ساعه ما ترجيتكم، ان احنا كجراحين نجيب ليمون ونعصره على الخمس ست سبع ثمان حاجات اللي احنا مقتنعين انها مش تبعنا، اللي هو شويه كلمتين خفاف كده ظراف على الهيموستيزس، عشان نفهم يعني ايه dilutional effect، يعني ايه DIC، يعني dilutional hemostatic failure، يعني ايه adult respiratory distress syndrome، يعني ايه endothelial leak، يعني ايه acute sick cell syndrome، يعني ايه mediator storm. ده مش هيروغليفي والله، انا كنت فاكر هيروغليفي من زمان. يعني ايه system inflammatory response syndrome، يعني ايه multi organ failure، يعني حاجات كلها تحصل وانت كصنايعي بتقول ده انا خدت غرزه صح، ده انا عملت وسويت الهوايل و100 100. بعد ال 100 100 دي كمانها بادلي تايمد في قماشه خلصانه، اللي هي قماشه عيان عنده اكستنسيف مالتيبل انجريز، الوحوش دي بتصحى ومجهودك بينتهي بفشل ومورتاليتي. عشان كده في الاخر بقى احنا بنجني ثمار حاجات ثانيه سينستر شريره، يعني بقى في سيريس كومبليكيشنز اند مورتاليتيز مش بس بتاعت التروما، ايرونيكلي يعني للسخريه، يعني من السخريه انها بقت عندنا طرحه يعني غله بنلمها من الاثار الجانبيه والمضاعفات للاجريسيف ترانسبورتيشن للبادلي تايمد اند بادلي اكسكيوتد اوبرتيف بروسيديرز اند ايتروجينيك انسلتس. يعني كل ده احنا بنمارس فيه ايتروجينيك انسلتس، سم تايمز وي دو ذات، فبيبتدي يحصل لنا سكندري اند تيرشري تشينجز از ويل از تشالنجز. هنرجع نعيد ونزيد نقول damage control tries to stage the management to begin with. هنوقف bleeding temporarily. هن control contamination temporarily مؤقتا، يعني leakage جاي من enteric intestinal stomach small intestine colon، بنقول مؤقتا يعني يا نربطها ونسقطها جوه يا نطلعها بره as extravasation نحط عليها clamp. الناس اللي بتشغل في thoracic abdominal injuries برونكستيدي ليك، بنعمل temporary stoppage of bronchial leakage. ايه تاني في stage 1 والعيان في اوضه العمليات؟ temporary closure or coverage without compartmental syndrome. احنا قلنا ان احنا هنقفل الابدومين temporarily، مش ضروري نقفل in layers، ان شاء الله يعني بوجودها باج او البديل بتاعها علشان
احنا كده كده يا ناس مش عايزين نمرمط البيروتونيوم والريكتس شيز اللي هنفكها بعد يوم او يومين ونخيطها تاني. ثانيا ان عندنا حاجه ما بتخطر لناش على بال اسمها ان الاديما اوف ذا اومنتم اند ذا انتستين في وجود لوكال اوزموتيك كولويد بريشر الكونتنتس اللي جوه بتورم. لما تورم وانت قافل عليها تايتلي بتدوس على الدافرام اند ذا افيوفينيكيفا. ما بلاش احنا ناخد كام غرزه انتربتد ونحط كيس جلوكوز فاضي او كيس باكت سيلز فاضيه او كيس بلازما فاضي بعد ما نعقمه نحطه على الانتستين ونقفل نشبط عليه جلد نطلع نجري. احنا هنشيله بعد نص يوم يوم يومين ثلاثه بكتير. فملوش لازمه الاتقان في التايت كلوجر طالما احنا فاهمين ان العيان ده هنفتحه تاني وسايبين باكس جوه. Stage 2 اللي هنوديه intensive care to have time to correct the pathophysiology by core rewarming. Core rewarming يعني الدفع يصل للكور، مش هنحط دفاية جوه الريكتم ولا جوه الاسوفجس. يعني هندفع العيان بطرق مختلفة من ضمنها الورمينج بلانكت، من ضمنها البلانكت العادية، من ضمنها ان المحليل اللي ياخدها تبقى دافية مش بتغلي لا تجيب هيموليسيس، تبقى دافية يعني 37. بعض الأماكن مجهزة بحاجة اسمها سيلينج هيتر، حاجة زي نور العمليات، بس نور العمليات ده بدل زي ضوء العمليات بدل ما هو بيدي ضوء بيدي لوب كده بينزل كم من الإراديتد هيت يدفي الجسم بني آدم. كوركت كواجيولوباثي بحاجات كتير. خلينا نفتكر إن من ضمن الحاجات الغالية للأسف بس متاحة اسمها ريكومبيننت فاكتور 7. نقرا عنه شوية لو انت في مكان يعني الفلوس فيه متاحة، لو الأسرة مستعدة لمحاولة إنقاذ مريضهم تدفع ثمن عالي للريكومبيننت فاكتور 7. بعض الأماكن المدلعة بتديه امبيريكالي ما بتستناش أما تتأكد سبب الهيموستاتيك فيلر، بتديه وخلاص، هو ما تعطيش سنجل دوز، بيعوز أكتر من وان دوز، عقبته بس التكلفة. خلينا نقرأ عنه شوية. في الاي سي يو دي هنعمل هنماكسمايز هيمودايناميكس. وي ماي مش كل العينين، وي ماي نيد فنتيلاتور سبورت. وانت موجود في الاي سي يو زي ما قلنا قبل كده من فضلك ترميش العيان وتطلع تجري. تقول الانتنسيفست هيبقى يكلمنا العيان يبقى كويس عشان يجي ياخد العمليات، لا خليك افيلبل عشان هتصرف وقت وجهد، هتصرف وقت وجهد يعرفك ماجنيتيود اوف ذا انجري في الكام ساعه دول، يمكن تبلان سيرجري، يمكن تجيب تيم تاني معاك، يمكن تحضر الات مختلفه، تحضر امور معينه لفيس 3 لما نرجع العمليات. فيس 3 is to re-operate once or twice at a better circumstances. يعني ايه توايس؟ يعني ممكن نروح فيس 3 وزي ما قلنا نريبير حاجات، نيجي نشيل الباكس نلاقي هنضطر نحط باكس تاني، ولا حاجه نحط باكس تاني ونعدي على فيز تي فيز 2 تاني ونرجعه فيز 3 تاني في ظروف تكون احسن. لو خدنا اكزامبلز بقى على الكومن الكومنست اكزامبلز اللي بنمارس فيها الدامج كنترول سيرجري، الكومبلكس ابدومينال انجريز، ذا كومبلكس بلفيك انجريز، اند سام تايمز فيري اكستنسيف مالتيبل انجريز with mangled limb. انما اكتر مثالين extensive multi organ injuries في الابدومين اند chest especially لو عندنا stage 4 او grade 4 rupture liver. ثاني حاجه في الابدومينال pelvic region extensive fracture pelvis with huge retroperitoneal hematoma ومعاه other visceral injuries. دول اكتر حاجتين لازم نستدعي في دماغنا ان العيان ده قد يحتاج بيل سيرجري او دامج كنترول. بارت 1 ايمرجنسي لاباروتومي، هعيد اللي انا قلته بلغه اوضح. بروسيدير از شورت اند از نيسيسري از بوسيبل. انيشال كنترول اوف بليدنج باي ايفاكويت هيماتوما، مش من باب الايفاكويشن عشان ولا التنظيف. ما انت هتقول لي ما هتكون هيماتوما ثانيه، لا عشان تشوف هي متكونه من ايه تحتيها. لو في فيسل نص نص يتربط خير، لو في فيسل رهيب ومهم يتحط عليه فاسكر كلام، والا لو سبت الهيماتوما ما هو اللي تحتيها شغال وهيكسباند. ايه تاني ممكن يعمل temporary initial control of bleeding؟ It is four quadrant packing approximating tears not displacing them.
انا اقر واعترف ان انا اشتغلت في السبعينات لما كان حالات الاكسنسيف رابشر ليفر تودي الجراح اللي شغال في داهيه، وكان لما يطلب بقى باكس وفوط بطن ويلا هوبا كان بيحشرهم جوه الرابشر جوه الدامجد بوكيتس بتوع الليفر، يعني الليفر عامل زي البطيخه الشيليان اللي انفجرت، يوم يحشي كانه بيحشي خراج اتفتح، ده بيزود البليدنج. امال ايه الحكايه؟ لا ده احنا بنجيب الباكس من بره كان احنا عندنا فتافيت ازاز بنجمع الزهريه تاني جنب بعض بشاش بيغطى عليها من بره. You are reposing hepatic segments, you are reposing الاورجان segments بضغط خارجي بيمارس من الباكس، انما الباكس ما بتتحشرش جوه التيرز. هذا ما يسمى فور كوادرانت packing, approximating tears and not displacing them. Ligating, clamping or balloon catheter tamponade, complex reconstruction is deferred. Deferred يعني يؤجل. لمين بقى؟ لكله. مصارين, colon and small intestine, stomach, biliary, urinary, ureter, كل ده يؤجل. لو في gross leakage منه بتحط stent أسطرة وتدرين لبرة عشان الليكج يقل. مصارين تبقى اكسترورايزد، مش عايزة تجيت اكسترورايزد حط عليها كلام. ليجيتد لو كولن في الاكسترابتورينال اريا ليجيتد وسيبه ان بليس عشان ما يشرش. وي كنترول كونتامينيشن باي هولو فيسكس ان هولو فيسكس انجريز باي ستيبلينج تدبيس تمبراري في الفيس 3 ما نخش نري اسموز هنقص جزء اللي اتدبس بس تدبيس سريع غالي سنه سريع. ليجيشن سوتشرنج اكسترورايزيشن اسرع حاجه في الدنيا واجمل حاجه الاكسترورايزيشن لو الاورجان اكسترورايزبل. بوتينج درينز ريسكشن اند ريكونستراكشن اللي ايدينا بتاكلنا عليه يؤجل شود بي ديفرنت. رابيد سمبل تمبرري كلوجر رابيد سمبل تمبرري closure. السكندري بارت 2 ريسستيشن احنا قلنا هندفيه هندي ريكومبيننت فاكتور 7 هنكوركت كوجيولوباثي هنكوركت هيموستاتيك دريفتس اند اسيدوزس. This could be interrupted by urgent reoperation if bleeding continues in spite of corrected coagulopathy if you are developing acute abdominal compartmental syndrome مع تدهور الفينوس ستيرن اند كاردياك اوتبوت. Phase 3 different procedure in corrected patients with thorough exploration for any even missed lesion. ممكن انت وسط الصراع ده phase 1 يكون فات عليك retroperitoneal duodenal injury. ففي المرة الثالثة فل الدنيا بقى شوية عشان ان شاء الله ربنا يجعلها اخر الاحزان. دي مناظر high energy bullet injury دخلت من الثاي فرتكت البلفس طلعت من الابر تشيست بعد ما فرتكت الليفر هاي فيلوسيتي انجري. انذر وان مانجد لم معاها اكستنسيف ابدومينال اند بلفيك انجري ده مخرج لهاي انرجي فور هاي فيلوسيتي بوليت انجري. كي بوينتس فور كلينيكال براكتس scoop and run. يعني ايه scoop and run؟ effective pre-hospital care should involve basic support measures on scene. يعني في مكان العربية الإسعاف ما وصلت مش وصلت في المستشفى في مكان الإصابة ويستمر المانجمنت والعيان جواها and rapid transport to hospital. minimal fluid resuscitation is likely to be beneficial in selected group of patients. دي هتعوز محاضرة بعدين ندي محليل قد ايه لأن أنا خايف يعني انا من امل حياتي مش ضروري بعد اسبوعين ممكن بعد شهر شهرين اذا كنا احياء لسه نتكلم عن فلويد ثيرابي لان احنا ما بين بندولين بندول بيقول اوفر انفيوز للعيان ضغطه يوطى ويموت مننا دريب باي دريب خسر نقطه دم اديله نقطه بدلها وفي انه نشف العيان سنه عشان ما تعملش دايليوشن الافكت للكوجريشن فاكتورز وفي نفس الوقت ما تعليش ضغط الدم قوي عشان لو في سايد تيرز في فيسلز بطلت تنزف لان الضغط مثلا 80 90
لو انت بهرجله اديته 6 لتر لاكتيت درينجر ضغطه بقى 110 من تمبوراري كلوت او ثرومبس هتنزف تاني. الصح فين؟ مفيش صح توتال، الصح لكل عيان صح مختلف، انما مفاهيم العالم رايحه تووردز اذا كان عندك اختيارات تدي كميه فلويد او كميه اقل with equal safety go for the اقل، don't over transfuse. Young trauma patients can usually tolerate hemoglobin level اقل، جرام اقل من الادلت، مش اقل من 1 جرام، اقل من 1 جرام يبقى العيان مات من 4 جرام او 3 جرام. Early enteral feeding is likely to reduce morbidity after major injuries. Non-operative management of abdominal injuries is feasible in certain centers. زي ما قلنا even for vascular injuries في الـ extremities وفي الـ pelvis لو arteries ممكن لو هو incomplete injury a covered endostent تفي بالغرض ولا نفتح ولا نريبير. Primary repair of chronic injuries should be undertaken later on. Damage control surgery should have a definite place في سلاحنا كجراحين. ما هواش الكلمة السحرية بس خلينا فاكرين في حاجة اسمها recombinant factor 7. It may represent salvage for critical situations as an adjunct to adjunct يعني حاجة إضافية. Implement planned reoperation strategy. The need to rapidly terminate the laparotomy. لما تلاقي exsanguinating hypothermic coagulopathic patient. Inability to control bleeding by direct hemostasis in high-grade liver injury or ruptured pelvic hematoma. Formally close the abdomen without tension. يبقى البوغوتا باج وtemporary closure. هفضل عيد وزيد ان كجراحين عموميين اكتر تو اكزامبلز نحضرها في دماغنا هاي جريد ليفر انجرز بليدنج فروم انكسسبل فراكشر بلبس. It is better to bail out to stage the procedure. يعني افضل انك تدفع كفاله المتهم وتروحه البيت وبعدين نشوف هنعمل معاه ايه عن انك انت توز ذا بيشنت لانك ضغطت عليه بشطارتك اليدويه exceeding his physiological limits. It applies to severe and moderate injuries when simply there is no much to do. Reoperation. شوف بقى الفرق قد ايه من within مش بعد 24 ساعة within يعني انت ممكن تدفي العيان وتصلح الاسيدوزس وتصلح هيموستاتيك فيليرز within hours ساعتين ثلاثة خمس ست ساعات وممكن تخاف تراجع العيان لقطة العمليات قبل 96 ساعة يعني عندك ليميت لغاية 96 ساعة يعني أربعة أيام بس يوجولي بيبقى تاني يوم بكتير إنما لو أنت خايف عليه لو رجع العمليات تاني وشلت الباكس إن يموت في إيدك عندك ممكن تستنى تاني يوم لتالت يوم لرابع يوم ريرلي وإحنا بنخاف ليه من التأجيل من سبسز أو من irreversible ischemic damage للorgans. Once the patient is warm and non-coagulopathic, then you may consider reoperating. Pressing circumstances اللي خليك تفكر في early timing إنك أنت تنتزعه من الـ ICU وتشتغله. Major limb ischemia لو أنت تحط عليها على major vessels clamp. Incomplete control of spillage. أما تحس إن الباكس والدرينز ما هماش controlling الدنيا كويس وإن في serious duodenal biliary or bladder rupture or disruption. Some delay is advisable if possible when we expect abdomen with tense, swollen, ruptured lymph not quite amenable to repairs or edematous bowel with higher leaking, anastomotic or uncontrolled fistula. الصورة دي من سنة 90 يعني من 30 سنة. لما ابتدى مفاهيم الفراكشر بيلبس تدخل في دماغنا كتروما سيرجنز انا مش جراح عظمي انما احنا زمان واحنا صغيرين في السبعينات
كان فراكشر بلبس يلفوه بملاية أو بثلاثة متر ضمور ويرقدوه في السرير ثلاثة أربع أسابيع. اتضح إنه السيريس فراكشر بلبس لازم تعمله أرجنت سي تي بلين سي تي. واتضح إنه الكوميونيوت فراكشر بلبس لازق جواه البلفيك فينز. وطول ما الفراجمنتس بعاد عن بعضيها الفينس الفراجمنتس اوف ذا فينز بعاد عن بعض والبليدنج هيستمر. فبقى وان اوف ذا هيموستاتيك امبورتنت ستيبس انك تريبوز البوني فراجمنتس. لو العين استحمل وعندك سينيور اورثوبيديك سيرجن بامكانياته بشرايحه بمصاميره بيخش اندوجين انستيزيا اكسترا بريتونيالي يحط هيفي بليتس اند سكروز ويجمع اجزاء العظم المكسره. ده مش متاح بيتحط اكسترنال فيكسيتور. كان زمان ب 250 جنيه في سنه 90 دلوقتي يعمل له 1200 جنيه موجود في كل حته في الدنيا تمبرري از ريبوزنج الفراجمنتس عشان عين يستحمل يستنى لان طول ما البوني فراجمنتس وعاد عن بعض واخده معاها التورن فينز وهتفضل تبليد تبليد تبليد. ده منظر very primitive external fixator. احنا قلنا رجاء في phase 3 please في unpacking don't start with it. خلص اللي يتعمل من delayed repairs وخلي الختام انك تشيل الباكس. لقيت مفاجأة سارة حصل خير اقفل. لقيت مفاجأة غير سارة there is no problem انك انت to repack. Accept redos. Closure lab لازم يبقى very wise closure. وإذا كنا بنقول second look wisdom, a third look sometimes بتبقى more painstaking and more wise. وحرقة ودمها تقيل وبتبقى أنت شايل الهرم على قلبك. إنما ربنا يجازينا خير على third looks or even a fourth looks اللي بنضطر ندخل ليها طالما إنها غير مسبوقة من negligence. بنقول نفكر بعض احنا عندنا هيماتوماز بلفيك وانترا ابدومينال هيماتوماز بنقسمهم ثلاثه زونز كل زون ليها فلسفي. البلفيك هيماتوما زون نبص ايديكو انه لو فتحت ابدومين عنده مالتيبل انجري ولقيت البلفيك بريتونيوم تحتيه لون نبيتي بتاع بلفيك هيماتوما سيب البريتونيوم كتامبوناد ما تفتحوش عشان تنكش. احنا بنقسم الهيماتوماز and the injuries ثلاثة regions في الابدومين فوق وفي النص وتحت. كذلك في الهيدا نيك بنقسم الهيدا نيك injuries الى zones. ففي البلفيك injuries لو لقينا البلفيك هيماتوما بلاش نلعب فيها رجاء. ناخد العين لقط الأسطرة امتى لو شكينا ان في arterial injury pelvic arterial injury. ده شيء جميل جدا. في الفينز اللي يوقف البليدنج في الفينز ال interventional radiology اللي هو بيحقن thrombogenic agents foams وكانوا زمان بيحقنوا حاجات انا مش عايز اقولها دلوقتي مسامير صغيره جدا 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 كانت بترشق وتوقف الفينس بليدنج. انما الارتيريال بليدنج ما يتقفلش باي امبولايزيشن ات اول. يقفل يا بسيرجيكال يا باندوفاسكولار مش امبولايزيشن باي اندوفاسكولار انسرشن اوف ا كفرد ستنت. اذا كان فيسل ذو قيمه زي احنا بنقول اهو بارت 1 سمبل بروسيدرز شود بي دان ان كولد اسيدوتيك كوجلوباثيك بيشنتس في الارتيريال فاسكولار انجريز. Lateral repairs ماشي سريعة. Temporary intraluminal shunts في الأماكن الضرورية جدا. Ligation لو مكان مش مهم. لو لم فرتكة والعيان dying even primary amputation could be life saving. بنفكر بعض في ال serious limb ischemia ب wide open fasciotomy عشان salvage ال limb من ال acute compartmental syndrome of the limb. بار 3 بقى لما ترجعوا العمليات قصادك يا تريبير يا تحط اندو ستنت يا انتو يا انتر بوزيشن جرافت فيرسس اند تو اند ريبيرز.
daily urinary injuries, and this was the last slide. دكتور طاهر, دكتورة زهرة, لو في أي أسئلة أنا تحت الأمر. ماشي يا باشا. في أسئلة الحضور, في أي أسئلة؟ دكتور طاهر أنا مسموع ولا النت وقع؟ لا مسموع يا باشا. في دكتور علاء أبو خضرة, اتفضل دكتور علاء, افتح المايك واسأل سؤالك. السلام عليكم دكتور صفوت بيه. اتفضل دكتور علاء. شكرا لحضرتك على المحاضرة الجميلة الحقيقة ممتعة, وشكرا للدكتور طاهر والدكتورة زهراء كتير. يعني كنت عايز أسأل بخصوص إن في بيشن سيفيرلي انجرد بيشن associated with probable liver, يعني سيفيرلي انجرد ليفر, كان حالة زي دي اتقابلت بيها في السعودية في المستشفى النور التخصصي, واتعملت له عملت له باك فعلا around 22 باك around the liver, واتحطت قفل الابدون بكلامبس واتفتح بعد 3 ايام, ولقيت برضو الليفر طبعا كان البليدنج ستوب, بس الليفر كان سيفيرلي انجرد, فكان زي يعني سلايس كده. العيان دخل بعدها في هيموبايليا. ايه المانجمنت اوف هيموبايليا في ذيس كيس يعني؟ وشكر لحضرتك المحاضره الجميله. هو الحقيقه ده كومنت شديد الرقي من واحد سينيور. طبعا هو الليفر ريسكشن الالكتيف ليفر ريسكشن لاي سبب ايرلي مالجنس, لو عيان ما عندوش سيروتيك ليفر وعنده سمول هيباتوسيريك كارسينوما, وهنقدر نشيل جزء من رايت لوب, وانت شايف ان بقيه الليفر ما هوش سيروتيك وهيقدر يريجينريت ويعوض الليفر اللي اتشال. احنا اغلبنا كجراحين بيبقى مركز على الهيموستاتيك ستيتشز. الحقيقه ايكوالي امبورتنت وايكوالي دينجرس كنترولينج المينوت اند انترميديت اند ميجر بيلياري انجرز الانجرد. في الاكزامبل اللي حضرتك قلته ايا كان الاوتكم, معرفش بقى, هو مش عايز اعرف, فارجوك حتى ما تقوليش العيان في النهايه مات. ما كلنا ان شاء الله هنموت, بس ميعاد موته امتى انا مش عايز اعرفه. انما بصفه عامه العيان اذا خرج من اوضه العمليات بعد كام يوم اللي انت حكيت عنهم وشلت الباك وعنده بيلياري ليك, لو انا تريتنج سيرجن في هذا الوقت كنت هعمل له دياجنوستيك اي ار سي بي. الدياجنوستيك اي ار سي بي كان هيوري ببريشر عالي, يعني تخلي بتاع المناظير يجمد قلبه ويحقن بقوه, هيوريك اذا كان الليكنج جاي من ميجور داكتيول اور نوت. اذا كان جاي من ميجور داكت انت حضرتك مشكورا بلا حياء ولا خجل. في تخصص دلوقتي اسمه ليفر سيرجن بيشتغل ليفر بس ما بيشتغلوش حاجه تانية. يبقى هذا مريض ينقل لليفر سيرجري سنتر يتولوا هم ديلينج وذ ذس. اذا كان الليكج محدود في الاي ار سي بي, المعتاد ان احنا بنحط فيري وايد ستنت في الكومن بايل داكت وبنطول تركان الدرين. لو اللي بيليك ده رو ارياز واماكن اسكيميكالي دامجد من الرو اريا اوف ذا رابشرد ليفر, اسبوع اسبوعين البيلير ليك بيقل 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 لغايه ما يختفي. اللي طبعا بيقلقنا اكتر الحقيقه لو عايزين بقى نقلبها قعده هم, هو ايه المتبقي من الليفر ريزيديو بعد ده. هل انا مسموع يا دكتور طاهر ولا النت راحت؟ مسموع يا بيه, مسموع. اللي بيهمنا الحقيقه بعد المعارك الكبيره دي الاسكيميك دامج اللي حصل للليفر من التروما الهاي انرجي تروما ومن الباكينج ومن الانباكينج, المتبقي هيقدر يشد حيله
ويريجينيريت ويصنع ليفر حلو كده يقضي يعني يكفي العيان بقية حياته. هو ده الثيرد هم. الهم الأولاني بلاد لوس، يموت من بلاد لوس. الهم الثاني يموت من سيبسز. الهم الثالث ميجور بيري ليك. الهم الرابع في الجريد فور ليفر انجريز، ان الاماكن الهيفلي انجرد ممكن تموت وتنتهي بسم ان اليمنت اوف ليفر انسفيشنسي. لو في سنتر بقى جبار جدا وخلاص رمين طوبه هذا الليفر، هي ذا كانديديت ان اكسلنت كانديديت فور ليفينج دونر ترانسبلانتيشن، انه حد من قرايبه يتبرع له بفص ولا عنده هيباتايتس ولا عنده مالجنسي ولا يعني، هيبقى من احسن حالات اللي يزرع لها كبد اذا كان الهيباتيك ريزيديو بعد شهر ونص من الاصابه مش مقضي. انما بيلير ليك داز هابن طبعا، وده يوجب التهنئه ما يزعلش. واذا انت عرفت وانت في الفيز 3 لقيت ترانسكتد بيلياري دكت كده يعني ذو قيمه فيجر اوف 8 ستيتش للكم واحد انت شايفهم، ده هيقلل بيلياري ليك. انما اذا استمر البيلياري ليك وبقى اكثر من 500 سم في اليوم، اعمل ار سي بي بان في ميجور ليك ليفر سيرجن، انقله العيان هو يتصرف فيه. اذا كان الليكج من مالتيبل سمول ارياز، طول الدرين ان شاء الله اسبوعين وهتنشف واحده ورا الثانيه. انما رجاء للجميع في فيز 1 وانت لسه شغال فيه ودم سايح، وفيز 3 وانت بتشيل الباكس، بلاش ايدك تاكلك على الديبرايدمنت. كتير مننا ما بيلاقي الرابشر ليفر بالبت كده وحتت منه زي المفروم، اللي ماسك سيبه، بلاش نفريشن ذا ايدجز ولا نقصقص رجاء. البالب اللي هو توتال سيبريتد، انت برقه كده بتشيله بايدك اذا كان توتال سيبريتد وبترميه. Any other questions? في دكتور محمد بطل عنده سؤال، يا ريت حضرتك دكتور محمد تفضل. طيب ممكن انا اسال سؤال؟ اتفضل يا فندم. اولا شكرا جزيلا لسعادتك، انا مستمتع جدا بالمحاضره، بس انا عايز اقول لحضرتك what is the role of brainial methods in liver injury. This is the first question. Second, I want for you to stress again, please, to our surgeons that it is not a mistake to transfer the patient after the first lock to the ICU. And this is not a failure, because some surgeon in their concepts, this is a failure for them. And so I want for you to stress again, this is not a failure, this is for the profit of the patient and saving of your patient. Thanks, my dear professor. Ahmed Khafaji, مش كده؟ أعرف أن نور الدنيا يا شهد على عليك. هو البينجل is a very temporary measure عشان يقلل البلد البليدنج من المنطقة دي temporarily. فهي temporary trick لغاية ما الدنيا تبان، انما ما بتقدرش تطول فيها يعني. مش هتقدر تحط تيب او تربط البيديكل اوف ذا ليفر وتبعت العيان الاي سي يو، هيموتوا الكلام ده. البرينجل حاجه مؤقته لغايه بس ما تشوف البليدنج جاي منين وانا عرفت تقلله يبقى كويس، انما هي مش هتطول. الكونسيبت الثاني ان مش عيب ان احنا نستيج بروسيدير، او مش عيب ازوال ان احنا نبعت العيان تو ا بيتر سنتر بدون ما نكون بنمارس الزحلقه تكنيك. ده شيء يعني باختصار هو الجايد لاين في القصه دي ايه. لو انا اللي متعور كنت احب يتعمل معايا ايه؟ كل واحد مننا يسال نفسه هذا السؤال. اذا كان نقلي للانتنسف كير كام ساعه هيحسن الاوتكم، يبقى نقل العيان للانتنسف كير كام ساعه، وده لا يقلل ماي ديجنيتي ات اول. في نفس الوقت لو انت شايف انك مش هتعرف تفيده، انقله انتنسف كير وانقلوه سنتر تاني، او هات جراح تاني يقبل انه يجي يشتغل في السيت اب ده، يعني من باب انك تدي له بيتر تشانس. ميرسي يا دكتور. شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا، كتر خير.
هو في حاجه كمان، لان انا لاحظت ان في بعض الجراحين فعلا بيبقى عاوز يعمل زي ما حضرتك قلت كده، عايز يعمل كل حاجه في اول وقت، وده فيري رونج. انا بقول له يعني ستيج يور بروسيدجر، انت ات فورست استابلايز يور بيشنت ذن او فيرست ستيج ريساس ذن ريدو سيرجري از ا بيتر تشانس فور يو اند فور يور بيشنت. I think you know, this is better for us and to some centers here يعني has qualified qualified equipment and another is not qualified. So transferring of the patient to the ICU or transferring to the other centers or well equipped centers is a very good chance for you and for your patient. Don't, as you said, my dear, this is not impair your dignity or your well done work. This is my concept. Thank you again, my sir, and I want to thank you again and again and again. شكرا جزيلا، كتر خيرك، ربنا يبارك فيك. هو انا شكرا دكتور احمد. هو انا عايز اضيف، انا مسموع يا جماعه ولا الشبكه باش؟ لا مسموع يا باشا، مسموع زي الفل، اتفضل سعادتك. انا عايز اضيف حاجه بقى، يعني انا قلنا هنحكم الضمير. في ليتمس بيبر كده بتوري الجراح اللي بعت لي في القصر العيني او بعت لزميل من الزملاء دكتور احمد، دكتور صفوت. النت راح، بس هو النت راح من عند دكتور صفوت بيه. دكتور صفوت النت راح يا باشا. دكتور صفوت هو دكتور صفوت خرج. كده انا مسموع؟ فاكر ساعتك مسموع يا باشا، معلش بس الثلاث دقايق اللي فاتوا ما كنتش حضرتك مسموع. انا عايز اقول في ليتمس بيبر بتقول الجراح ده قلبه على عيان ولا لا. انا كنت لغايه الله يكفينا شر انا دي، انا كنت لغايه ما بالخمسينات، ويعني يمكن ربنا كرمني انا بشتغل في تيرشير ريفيرال هوسبيتال ويل اكويبت وكده، الله يعين الناس اللي ما عندهاش نفس الامكانيات. انما ايفن انا في سيرتن سيتويشنز لو بنقل عيان لمكان انا بروح معاه، ما عنديش اي غضاضه ولا بحس ان انا قليل، و يعني للدهشه باستقبل استقبال طيب جدا من السنتر اللي انا يعني ورايح مع العيان فيه. وانا في الخمسينات وانا في اوائل الستينات اروح مع العيان في السنتر اللي انا ارى انه هيجيبهم ا بيتر تشانس. مش هقول لك بقى طبعا تاثيره على المريض والاسره، حاسين انك انت كين على العيان. وبحضر البروسيدير اللي انا ما كنتش عايز اعمله لوحدي، بحضره ايفن كمتفرج. لو هو عايز ادفانسد ليفر سيرجري ابقى اراوند. نقلتك مع العيان دي ليتمس بيبر بتقول انك انت لا بتمارس الزحلقه تكنيك وبتشتري دماغك، وعيان عليك منه بايه؟ عيان تروما هتاخد منه ايه؟ ولا في نفس الوقت الايجو بتاعك متضخم بتقول انا هقاتل لاخر ريد بلاد كورباسل في دم العيان. ما بين هذا وذاك، العيان محتاج يتنقل انقله، محتاج يتاجل اجله. بس وانت بتاجله وهو في انتنسيف كير الزق له، ما تسيبوش للانتنسيف تمشي. وانت بتنقله نداء من صفوت عبد القادر كاخ لاخواته، روح معاه. والله العظيم ما حد يعني هيضايقك بكلمه، حتى لو انت رايح مكان غريب. 99% من الناس، حتى لو انت رايح في مكان انت مش معلوم فيه، الناس هتابريشيت ده جدا 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 جدا. ولقيت ان هم في النص عايزين ينغلقوا ويشتغلوا لوحديهم، حضرتك عملت اللي عليك وزياده ويمشي، وربنا فوق سبع سماوات اللي هيجازيك خير. النقل ده قرار عايز ضمير وخبره، الاستمرار في علاج العيان عايز ضمير وخبره، تودي العيان انتنسيف كير من فضلك خليك معاه لانك ستيل البرايمري تريتنج فيزيشن. اني اذر كويستشنز؟ دكتور طاهر؟
يا دكتور صفت مع كمان اتفضل. يا دكتور صفت مع حضرتك محمد باطا. اهلا وسهلا. اهلا دكتور محمد، شكرا جزيلا لحضرتك على المحاضره العظيمه، ربنا يبارك في عمرك حضرتك. بسال بس عن دكتور محمد، انت مين في دول؟ لا انا مش فاتح، انا مش فاتح الكاميرا، انا بتكلم بالصوت بس حضرتك. انا لقيت اثنين جراحين ماسكين منظار باين. انت واحد منهم؟ انا اللي هي اللي ماسك منظار. تسلم ايديك. الله يسلمك. بقول لحضرتك امبولات النوفو 7 امتى نديها بالظبط؟ وهل يعني في بعض الحالات الامرجنس كتير والتروما وبعض حالات الالكتيف المصحوبه باكستنسيف هيموريدج ساعات للاسف بنكتشفها بعد ما بيبقى البليدنج كتر وبتيجي على بالنا، فهل فيها توقيت معين بيبقى ايديال ان انا افكر ان انا اديها؟ وهل هبقى مجهز نفسي بكام امبول في المستشفيات مثلا؟ انا اعرف ان الدوز بتوصل من 4 إلى 5 امبولات للادلت، فهل يبقى المستشفى على الاقل فيها كام امبول جاهزين ستاند باي للحوادث؟ وامتى التوقيت اللي انا افكر فيها بالظبط؟ انا شاكر جدا، بس انا لازم ارد الاول رد واحد يعني عجوز سنه اللي هو انا يعني. هو نوفو 7 ما هواش السحر، ما هواش الساحر. لو في sources of bleeding ذات قيمة it need to be well attended for. نمرة اثنين، لو المشكلة الرئيسية dilutional effect أو الوحش صحي اللي هو fibrinolysis مش هو ده الـ يعني الحوادث الرئيسية. ثالثا اللي يديك إجابة detailed hematologist، وممكن في يوم من الأيام نرتب لقاء علمي ناخد جرعة hematology for the surgeon. إنما معلوماتي أنا وأنا جراح مش surgeon، إنه أنا اشتغلت في أماكن لا داعي لذكرها very top equipped ما يفرقش فيها الفلوس، بيدو empirical جرعتين empirical إن ما فاتش ما يضرش. هذا سمعني؟ في خبرتي انا وانا مش هيماتولوجيست انه الحد الادنى امبولين. حضرتك انا I came in close contact with the Novo 7 كصفة عبد القادر في عيانة في احدى المستشفيات الكبيرة اللي بشتغل فيها. زوجة زميل جالها massive 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 postpartum hemorrhage beyond imagination، والدكتور كان عندها يعني سكشن وسكشن بلاسينتا اكريتا واليوترس اتدمر، واتاخروا في قرار الهيستريكتومي ونزفت هيوج امونت اوف بلاد، وبعد ما خدت 16 يونت باكت سيلز انا اتندهت جيت. كانت محتاجه دامج كنترول من اوحش المناظر، ما هياش تروما انما ست ماس بلاد ترانسفيوجن وبتسح. انا اشهد انها خدت نوفو 7 وخدت حاجات تانية كتير، يعني خدت حاجات تانية كتير جدا، انتي فايبرينوليتك وبليتلتس بكميات سنجل دونر. خلينا اقول ابوس ايديكم ليه دي بليتلتس كجراحين ما يديش اقل من 12 وحده ويبقوا سنجل دونر من نفس البني ادم، لانه لو ادينا مالتيبل دونرز بياكلوا بعض، الاتجينيس بتاعتهم بيرسبوا بعض ويقللوا البليتلتس من البقيه عند العيان. حد يقول لي هو في سنجل دونر يتسحب منه 12 وحده؟ السنجل دونر بيتسحب منه 12 وحده. فعودا على بات، انا الحاله دي خدت مني 7 to 8 امبولز اوف نوفو 7، وخدت مني كفاح مسلح اثناء العمليه، وخدت مني باكينج، وخدناها العمليات بعدها بيوم. And she survived. هي سرفايفد عشان احنا اضفنا نوفو 7. ما اعرفش اجاوب على السؤال ده، هل لو ما خديتوش كانت ماتت؟ بس كنا متمرمطين يا باشا، يعني مرات زميلك حاجه و30 سنه وبتموت ومتموت من بليدنج، وانت شلت بقى الشيله. دكتور نسى قال لك انت بابا وانت ماما وانا انا دوري خلص في السكشن. السيتي دي سرفايفد بعد كميات مهوله من الكفاح اليدوي والدمائي والنوفو 7. خدت 7-8 امبولات نوفو 7 كانوا بثروه. نسيت بقى في المستشفى قد ايه نوفو 7. انا من بعد ما بدات استخدم نوفو 7 انا ما بستهلكش عشرات في السنة، أنا بالكتير بستهلك 4 أمبولات بير، 6 أمبولات بير.
بس انا مش رئيس قسم طوارئ دلوقتي. انما في المرات اللي احتجت فيها نوفو 7 نظرا لعلاقتي الدايركت مع مندوب الشركه انا بحط باك واضغط عليها وبنكلم ان مندوب الشركه من 20 ل 40 دقيقه بيبقى جاي بالكميه اللي انت عايز، عايز 8 عايز 2 الى اخره. فترك نوفو 7 في المستشفى ستاند باي قصه عايزه انه الناس يبقى فاهمه ويتسحب. وانا رايي ما نسيبش اكتر من 2 لانه عقار غالي. 3 محتاجه قسم صيدلاني قوي جدا عشان يبقى ويل اتندد للاكسبايري ديت، لانه هو هيت لابايل فلازم يتحط في ثلاجه عشان حرام نرمي فلوس. انما طلبان النوفو 7 من مندوب الشركه عمره ما غاب عن 35 دقيقه ايا كان المستشفى اللي انا بطلبه. يعني جاي من مصر الجديده بياخد 35 دقيقه، جاي من الدقي بيجي في 20 دقيقه 15 دقيقه. العقبه الرئيسيه اللي لازقه في ذاكرتي هو المال لانه عقار غالي. انا مش فاكر يعني انا ما بحسبش عليه، انما انا اظن انه اكسبنسيف مش ملايين، انما يعني الافات قليله. الامبوله بالافات قليله، الرقم كام كل يوم بقى بتمن. ارجو ان انا اكون جاوبت على السؤال. دكتور كمال اتفضل حضرتك اسال. او دكتور وليد اللي جاهز اتفضل يسال سؤاله. السلام عليكم. دكتور صفاء الدين، احنا متشكرين قوي على المحاضره القيمه دي. كنت بسال على الريتم البروتينيه الهيماتوما، كانوا زمان بيقولوا لنا اساتذتنا لما تلاقي الريتروبروتينيا الهيماتوما في موتوكار اكسيدنت ان احنا نسيبها ونمشي كونزرفتيف، لان احنا لو فتحناها هنفتح زي ما بيقولوا كده نار جهنم على نفسنا. هل في اوقات معينه لازم اعمل اكسبلوريشن للريتروبروتينيا الهيماتوما ولا على كل الاحوال امشيها كونزرفتيف؟ بنقسمها ثلاثه زونز. الزون العالي اللي فوق اللي هو ريتروديودينال ورائد على اللمبر 2 رينال فيسلز ارتريز يمين وشمال، يعني اللي هو عند الديدينا ده لازم يبقى اكسبلود. الزون 3 اللي هو البلفيك لازم ما يبقاش اكسبلود. الزون 2 ما بينهما يعني متروك لتقديرك، لان في هذا المكان قد يكون هناك ريترو بيريتونيال injury of the colon او of the ureter، وانت مش عارف بالظبط ده موجود او غير موجود. انما زون 1 اللي هو الريترو ديودينال اليمنت، لما تلاقي هيماتوما حوالين السكند والثيرد بارت اوف ذا ديرم او عند الدي جي او عند طلعه الرينال فيسلز اليمين والشمال، هذاك كوخرايز ديدينم وبعقل وبدقه وبرحمه ابتدي اغسل وشفط واحده واحده وبرقه، شوف البليدنج شكله ايه. لن تندم، لانه لو في ريتروبيدينال انجري ستندم ندما شديدا من سيفير سبسز هاي سيمتوماتايز ليت، ولو فتحت هتلاقي ديدينم داز نوت هولد ستيتشز وهنندم كلنا. لو الرينال فيسلز انجرد وابتدت الهيماتوما تكسباند بعد العيان ما اتقفل ودفي والبلاد بريشر بتاعه بدا يسيب ال 80 ويبقى 100 و110 و120 يو مي لوز ذا بيشنت، او العيان هيلوز كميه بلاد على ما انت يعني تهز خطوتك وتيجي تري اسسهم وتعمل له سي تي جديد وتشوفه. ففي زون 1 العالي جدا اللي عند الديودينم لازم انت اكسبلور ات باي كوخرايزنج الديودينم او بطرق ثانيه، خلينا في ابسطهم اللي هو كوخرايزنج الديودينم بس، يبقى خلي بالك في الكوخرايزيشن يبقى عائل جدا عشان ما تعورش السيليكس وعشان ما يتعورش منك الميزنتريك فيسلز السوبيريور والانفيريور. يعني وين الكوخرايز وتمشي وراه يعني خليك عائل، والهيماتوما هتوديك مطرح ما انت المفروض تروح. يعني لقيت البلاد ستين وقف خلاص كفايه طموح ما تكملش. زون 3 اياك اللي هي عند البلبس. زون 2 متروكه لتقديرك. دكتور وليد او دكتور علاء اللي جاهز يتفضل يسال. ايوه السلام عليكم. اتفضل يا وليد. ايوه فندم، شكرا جزيلا دكتور صفوت على المحاضره العظيمه ديت. برضو يعني معلش انا عايز اسال برضو عن الديودينال انجري، امتى اعمل برايمري ريبير وامتى اطلع ستنت؟
بس كده، لان قابلتني في حاله وكانت حاله صعبه جدا المانجمنت بتاع ديودانم. والله يا باشا الله ما يوري حد دينا الانجري، الصعب عليك صعب على غيرك، وهو اورجان ذو شأن ومخيف ليا وللناس كلها. هو الرد هيبقى very ill defined ومريح. حضرتك ان عرفت تريبير ات بعقل ابوس ايدك ريبير ات. لو الدنيا يعني متنيله تماما في بدائل، مش بس الستنت يعني، في ستنت وفي بروكسيمال باي باس، وفي في بدائل كلها تعيسه انكلودنج الستنت. انما الاجابه باختصار ان عرفت تريبير ابوس ايدك تريبير، ما عرفتش تريبير ابوس ايدك دو نوت ريبير، ونشوف البدائل هندايفيرت، هنقفل وندايفيرت، ولا هنقفل على 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 ديبيزر او انبوبه كبيره ولغايه ما يبان له صح، يعني لغايه ما نشوف هنعمل ايه بعديها بكم يوم. لان عاده السيريز دي الانجريز دي بيبقى مع بانكرياتيك انجري ومعها اذر سيريز الانجري، لان المزنق ده صعب جدا بس يتقطع الا لو شارب انجري، بينتريتنج شارب انجري يعني خنجر بوليت. ودول ان بنقدر في الشارب انجريز ان احنا نريبير الديودينم سواء كان فيرست سكند ثيرد اور ايفن فورث بارت. يا رب اكون جاوبت على سؤالك. شكرا جزيلا دكتور صالح. شكرا دكتور علاء، اتفضل يا باشا. دكتور علاء ابو خضره، طب في اي حد عنده اي اسئله تانية؟ دكتور علاء حضرتك رافع ايدك، اتفضل اسال سؤال. له الو. ايوه دكتور علاء، يمكن رفع ايده لسبب تاني. ليش احنا كده يعني متشكرين جدا جدا على المحاضره. ان شاء الله باذن حضرتك، ان شاء الله الاسبوع بعد القادم باذن ربنا يدينا. شكرا لك يا فندم. شكرا لك يا فندم، اتفضل يا فندم. ألف سلامة، مع السلامة. ترى زهرة خلاص في حضرتك الزوم.